السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شهيوات أم أناس. اليوم جبت لكم حلوة الزبدة الجد الرائعة واللذيذة يعني في المذاق والمظهر كذلك. الهدف ديالي اليوم أنني نخرج لكم عجينة واحدة يعني بزاف ديال الشكالات يعني في المظهر ديالها الجد رائع. مهم ما كنقول لكم إلا تبعوا المقادير حتى النهاية وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه لهاد الحلوه ديال دواس اتاي غادي نحتاجو عندي هنا 250 غرام ديال السكر يعني ربع، عندي هنا واحد الكيس الفانيليا، عندي هنايا صفار ديال عندي هنايا بيض ديال البيضات يعني جوج، وعندي هنايا جوج صفار ديال البيضات كيف ما كتشوفوا وحده راه تهرست لي وحده باينه وحده لا، وهنايا البيض ديالهم. عندي هنايا نص كيلو ديال الزبده يعني 500 غرام، والطحين عندي هنايا كيلو. انا غادي نشوف واش غادي نحتاجو كله او لا. بالنسبه للتزيين عندي هنايا الجنجلان محمر، عندي هنايا الكوكون، ثم ماشي ضروري تعملوا هذا الشيء اللي عندي يعني اللي كان تواجد في الدار، حيت هذه حلوه يعني حلوه ديال دوزات يعني العاديه ماشي شي حاجه. عندي هنايا هاد اللوزه وغادي نخليه هيدا مكمل كيف ما كتشوفوا، هذه راه طبيصله غير صغيره غير كيبان هيدا كبير. عندي هنايا هاد اللوزه وراه باقي سخون الا جبتو من الفران، هذا هو غادي نهرمشو غنتسنى عليه حتى يبرد ونهرمشو. عندي هنايا الشوكولاط بيض غير شويه يعني ماشي بزاف، غير الزواق وصافي غير التزيين. عندي هنايا الشوكولاط كحل كذلك للتزيين. عندي هنايا ميميلادا، هذه خاصه ديال الحلويات، نتوما اللي كانت عندكم ديال الخوخ المشمش الفراوله اللي كان عندكم. مادام انها هي سائله ياك باش ما غادي نستعملها في الحلوى ما تبقاش طيح لي هيدا وهيدا، انا غادي نستعمل معها شويه ديال الغبره ديال الجيلاتين، الغبره نباتيه يعني ماشي ديال ماشي حيوانيه. نتوما حيت انا في المانيا ما كتجوز عليا باش نجبر الجلوكوز، هي نورمالمون كتعدل يعني الميميلادا كتخلط مع واحد معلقه ديال الجلوكوز. اللي عايش في المغرب من الاحسن يشري الجلوكوز وما يستعمل. وكيف ما كتشوفوا عندي هنايا ليمونه يعني السيترون، غنحتاج غير القشره ديالها غادي نحكها في الخليط ان شاء الله. انا غنجوز معكم الطريقه. غادي نبدا اولا بالقشره ديال الليمونه، غادي نحك الليمونه، غادي نشبر غادي نشبر السكر 250 غرام ما يعادل ربع كيلو. عندي هنايا الفاني، غادي نزيد ديك الزبده كيف ما كتشوفوا 500 غرام. ضروري ما تكون درجه حراره المطبخ ما تاخذوهاش من الثلاجه حيت كتصعب عليكم تخدموها وتطلقوها مع السكر. الزبده كيف ما كانت يعني غادي تسقسيوني على الماركه ديال الزبده اللي كانت. صافي انا غادي نبدا على بركه الله، غادي نخلط غير بيدي بسم الله، غنبقى نخلط هيدا حتى نحس بديك السكر، الا السكر صافي داب. كيف ما كتشوفوا كيف ولات بحال موس هاد الزبده، ها هي مع السكر خصكم تحركوها مزيان. واللي ما قدرتش تستعمل باليد طبيعه الحال تقدر تستعمل الطراب الكهربائي باش ديك السكر كيذوب. غادي نزيد ديك جوج صفار ديال البيضات، انا واحد راه ما كيبانش حيت تهرس لي. ضروري ما ديك السكر الخشن خصو يذوب وما يبقاش في العجينه يعني في ديك الزبده. كيف ما كتشوفوا ها العجينه ديالي من بعد ما جمعتها، هذا هو القوام ديال العجينه كيف كيجي، تجي رطبه. مرحله جد ضروريه ما تخليوهاش هاد العجينه هيدا يعني معريه باش ما يضربش فيها الهواء والعجينه كتولي يابسه ما كتقدروش تخدموها. غادي نجيب واحد الميكه تكون نقيه اولا بلاستيك هدائي، غادي نغطي غير النص ديالها وغنخلي الجهه للجهه فاش يعني من كنخدم باش العجينه كتبقى طريه. غادي ناخذ هاد البياض ديال البيضات، كيف ما كتشوفوا هذاك اللوز هرمشتو يعني ما غطحنوش غير غتهرمشوه وصافي. وعندي هنايا الزنجلان محمر، الكوكو غنحتاجو في الاخر ملي غطيب لي الحلو. كناخذ واحد الكره تكون كبيره، كنحاول نخرج منها ديك النفس من الداخل باش مت كنعمل لها هيدا. نحاول نقضها هيدا من الجناب،
غادي ناخذ واحد المسقطع وغادي تقطعوها، ما تقطعوهاش يعني تكون غليطه بزاف، يعني السمك 2 سنتيم. هذا الشكل الاول. غادي ناخذ الاولانيه، نوريكم دابا الطريقه. كناخذ الاولانيه وكنقاد لا الفورم ديالها باش تكون على شكل دائره، حيت ملي كتقطعوها بالموس كترجع على شكل نصف دائره، وما كتبقاش ما كيبقاش الشكل ديالها دائري، يعني ضروري ما تقادوها نتوما هيدا شويش باليد باش كتجي دائريه هيدا ياكو. وغادي تاخذوا ديك البياض البيضات اللي حيدنا في الاول، غادي نعمل لها هيدا غير الجناب ديالها، الجناب غادي نقوزها في اللوز مهرمش. نتوما الا ما عندكمش اللوز غادي دوزوها في يا اما في الزنجلان يا اما في الكاوكاو اللي كان عندكم. هذا هو الشكل ديالها كيف كتجي. وغادي ناخذوا هنايا بالصبع اليد غادي نثقبوها غير شويه، يعني في غادي تجي ديك الكونفيتور اولا الميميلاده. صافي غادي نبقى نعمل في الصينيه. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا، كتقدوها على شكل دائره، كدوزوها في البيض. نفس الطريقه الاولى. اذا بغيتو يجيوكم صغارين حاولوا ترققوا هذه القضيبه، هو يعني بسمك يكون معتدل وماشي سمك كبير بزاف، يعني ما يكونش غليظ. غادي ناخذ وحده ثانيه. هنا عندي الجنجلان كيف ما كتشوفوا، الجنجلان حمر. غادي نعوضها هيدا في، غادي نحاول نعمل واحد الطريقه هي بيدي، وغادي نخشيها هنايا بين الصبع اليدين ديالي، يعني بين الابهام والسبابه، ونبقى نعوض لها الفورم ديالها باش تجي على شكل دائره. وطبعا الا بغيتوا تسكيو عليها شويش باش ما تجيكمش غليطه، غادي نقوزها في البياض ديال البيضات غير الجوانب ديالها كيف ما قبيله نفس الطريقه. وغادي ندوزها دابا في الجنجلان هكا، غادي نحطها على راحة اليد وغادي نعمل فيها واحد الثقبه فين غادي تجي الميميلاده، يعني غادي نشبر الموس وغادي نقطع كذلك نفس المقياس تقريبا 3 سنتيم في كل كعبه. وغادي غادي نعملها على شكل كعب غزال، غادي تجي هيدا على شكل هلال. هيدا وغادي نعملها في الصينيه. بالنسبه للشكل الثالث غادي تشبروه واحد بحال صبيع هيدا رقيق، وغادي تبداو تعملوا لها بحال كعبه اولا بحال اللي كتشكلوا كعبه، وغادي تجيبوها من هنا وغادي تلصقوها هيدا. كيف ما كتشوفوا كتجي هيدا، غادي تاخذوا لقط ديال الحلوه وغادي تبداو تزينوها. غادي تجيبوا لوزه وغادي تعملوها لها في الوسط. غادي هذا هو الشكل الثالث. صافي انا غنوري لكم وحده اخرى باش توصلكم الفكره، ومن بعد نستمر على هذه الطريقه حتى الاخر. غادي ناخذ عاوتاني كذلك طرف طريف ديال العجينه
غادي نحرب له هيدا ما بين يدي، غادي نعمل على شكل، وانا بحال اللي كتعملوا شكل كعبه ولكن هو ماشي كعبه. انا غادي نقرب لكم هيدا باش تزيد توصلكم فكره، غير بشويه حيت العجينه كتهرش شويه حيت فيها الزبده، وكتجمعوها هيدا. بغيتو تعملوا شكل كبير شكل صغير كيف ما بغيتو، يعني نتوما والاختيار ديالكم كيف ما كتعجبكم الحلوه، ولكن الحلوه هي تكون الحلوه صغيره. صافي، من بعد ما كنشكل على هذا الشكل كنجيب المرشم كيف ما كتشوفوا. هادو هما الكعيبات ديالي، غنخليهم هيداك ما غندهنهمش نهائيا بالصفر ديال البيض، حيت من بعد غادي نزوقهم بالشوكولاط وحاجه اخرى. وهادو هما اللي على هذا الشكل اللي زوقتهم بالمرشم، عملت لهم الصفر ديال البيض دهنتهم كيف ما كتشوفوا. دابا غندخلها للفران وغنوري لكم في النهايه ما غادي يبردوا خرجوا من الفران، غنوري لكم الطريقه ديال التزيين النهائيه. غادي ناخذ عاوتاني غادي نقطعها على شكل دوائر، كل دائره فيها 2 سنتيم. غادي ناخذ ديك الطبسيل اللي عندي فيه اللوز مهرمش، غادي ندوزها اولا الجوانب ديالها في اصفر في بياض البيض، وغادي ندوزها في اللوز هيدا. فعاود ما نشكل ثقبه في الوسط كنجي وكنعمل فيها لوزه هيدا. شكل اخر غادي نعملو بحال طريقه اخرى، يعني غنغوزو في البياض ديال البيض، بياض البيض اولا، وغادي نغوزو في الكوك يعني في جوز الهند. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا الشوكولا الاسود دوبته في الميكروويف يعني في الميكرووندا. غادي نبقى ناخذ هاد الصبيعات اولا الهلال على شكل هلال، يعني بحال الكعب. غادي نخشي غير النص ديالو، غادي نغطس النص ديالها هيدا. دو ديك اللوز مهرمش، بالنسبه ليا انا عملت له غير جهه وحده، هاد الجهه هي باينه الشوكولات يعني كيبان فيها الشوكولات. كنجيب الكوكو كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو المنظر ديالها من تحت ومن فوق. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الصينيه اللي زينت بالشوكولات واللوز وشي لاخر زوقته بالشوكولات والكوك يعني جوز الهند، كيجي المذاق ديالهم رائع. وانا باقي ما كملتش، يعني عندي تماك تبصيل اخر غنوري لكم طريقه عمل الكونفيتور في الوسط. كيف ما قلت لكم انا ما عنديش الجلوكوز، فلذلك غادي نستعمل شويه ديال الجيلاتين باش يبقى لي قابط لداخل. كيف ما كتشوفوا معايا ديك الميميلادا اللي عملت، ها هي راه عملت فيها الجيلاتين. ثم الا ما عندكمش الجيلاتين استعملوا من الاحسن الجلوكوز باش ملي كتعملوها في حلوه كتقبض في راسها. صافي، انا دوبت الجيلاتين هنايا ديك الغبره، غنتسنى عليها تبرد شويه باش ما تضيعليش الحلوه حيت باقي سخونه. ملي غتبرد لي شويه ديك الساعه غادي نعمر وكيف ما كتشوفوا هذا هو طبق التقديم النهائي، الحلوه ديال الزبده اولا سميوها كيف ما بغيتوا صابلي. المهم كتجي جد رائعه وكتذوب في الفم، ويعني وانا الهدف ديالي انني نوري لكم هاد المقادير هو جد سهل وفي المتناول ديال الجميع، جد اقتصاديه. الهدف ديالي كيف ما قلت لكم باش نوريكم كيف غتعملوا من عجينه وحده تعدلوا منها وتخرجوا منها اشكالات مختلفه وجد لذيذه، يعني لا في المنظر ولا في المذاق. المهم اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم عملوا له لايك، والناس اللي باقي ما شاركوا في القناه ديالي يضغطوا على زر الجرس وعلى زر الاشتراك. تفعيل الجرس جد ضروري باش تقدروا توصلوا بكل جديد ديالي اوتوماتيكمون. وما بقى عليا الا نقول لكم شهيه طيبه والى الفرصه القادمه ان شاء الله. مع السلامه.